بالنسبه للوكاله الوطنيه لمكافحه المنشطات، اعتقد ان الدور ديالها دور اساسي في تخليق الممارسه، بالنظر ان 10 سنوات كانت فيها حاله اساءت حتى للسمعه ديال البلاد خارج الحدود. الوكاله اخترت واحد العنوان فيه ذكاء، لان عوض انها تقدم راسها كدراكي مراقب فيها يعني تغلب الجانب الزجري، عطت دور انها في خدمه الرياضي باش على الاقل تكسر ذاك يعني حواجز النفسيه اللي كيتخوف منها الرياضي، تكون شريك مواكب ليه، تحسوا بالخطوره ديال الممارسه. فهذه نقطه ايجابيه تحسب للوكاله. النقطه الثانيه انها تراهن على الجسم الصحفي الرياضي، لان عنده دور اساسي هو الاخر من اجل انه يكون واحد مواكب للعمل ديال تخليق الممارسه. ولكن حتى عندنا دور مضاعف في هذا المجال، خاصنا نكونوا يعني مستشعرين خطوره الملف وحساسيته، نوجدوا ليه كما يجب، وما نطيحوش في الفخ ديال الاعطاء يعني اراء انطباعيه ربما تحيد احيانا عن الجانب العلمي، وربما تسيء الرياضي وتهدد المسار ديالو بالانتهاء قبل الاوان. نكون امناء في نقل الخبر من المصدر ديالو، ونقوم في نفس الواجب يعني في نفس الوقت بالتحسيس بالخطوره عبر البحث. الان كاين وسائل البحث الحمد لله، حتى كاين الموقع الرسمي ديال الوكاله فيه ما يكفي من المعلومات. الى استطعنا اننا ننجحوا في هذا المسعى، فبالتالي غادي نكونوا فعلا شركاء صالحين، وغادي نعكس العمل ديالنا بالايجاب خدمه لقضيه الرياضه المغربيه في عمومتها. وشكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.